السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم. كنت ألعب في هذه الأواخر أمل الشعوب، لعبة أمل الشعوب العربية، ثم بعد التحديث الأخير عندما أفتح اللعبة يعطيني رسالة على هذا الشكل. إذا يعطينا هذه الرسالة: Can't connect index server 10. سوف أحاول معكم حل هذه المشكلة لأي شخص تواجه هذه المشكلة. إذا ندخل إلى الموقع supportgamepower7.com، إذا سوف نجد حل مشكلة الشاشة الخضراء. سنجرب هذا الحل، ننزل هنا، يقول لك نقوم بتحميل هذا الملف، نضغط عليه. إذا لا يعمل هذا الرابط، سوف نقوم بهذه الطريقة. سننسخ هذا الرابط ونضعه في صفحة جديدة لنحاول أن نجد الرابط. نضغط OK، نضغط Enter. إذا تم تحميله بنجاح. إذا تم تحميله بنجاح هو بالأسفل هنا. نضغط هنا، أقوم بالضغط شو انفو انظر لفتح مكان الملف. هنا نقوم بنقل الملف، سوف نقوم بنقل الملف ونضعه في ملف اللعبة في مكان وجود اللعبة. اضغط باست، اذن ها هو. ثم اضغط هنا على يمين الماوس عليه، ثم اضغط رون از ادمنستراتور هكذا، واضغط يس، وانتظر قليلا. إذا انتهى. نجرب الآن، هل سوف تعمل اللعبة الآن؟ جيد، إذا قمنا بحل مشكلة الشاشة الخضراء، ممتاز. إذا سننتظره قليلا وبعد ذلك سوف يظهر تحديث الملفات. إذا سيأخذ منك، عليك أن تنتظره تقريبا 10 دقائق إلى 15 دقيقة، ثم سيبدأ في تحديث الملفات. فقط اترك النافذة هكذا مفتوحة.